السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزاف الناس اللي كيقلبوا على الموضوع ديال البوليغامي اللي في برودكسيون إكريت، ارتأيت باش ندير واحد الموضوع جاهز فيه مواقف مؤيدة لفكرة تعدد الزوجات ومواقف معارضة. أول حاجة غادي نديروها إن شاء الله نشوفوا التصميم باش غادي نخدمه في المقدمة بالنسبة للنص الحجاجي وفي العرض وفي الخاتمة. بالنسبة للانتخدكسيون اللي هو المقدمة، كنبداو دائما plusieurs gens dans notre société pensent que، يعني العديد من الناس في مجتمعنا يظنون أن، هنا كنطرحوا أي موضوع بغا يكون فصيلة، alors que d'autres pensent le contraire، يعني بينما هناك الآخرون يظنون أو يعتقدون ضد هذه الفكرة. Donc, إذن، quelle est l'idée la plus raisonnable parmi ces deux arguments؟ يعني شنو هي الفكرة اللي محقة أو عندها الحق في هذا الموضوع كما بغا يكون؟ ونمشيو لو ديفلوبمون هنا، نقسموه لشطرين. الشطر الأول الناس اللي كتدافع على الفكرة، والشطر الثاني الناس اللي ضد هذه الفكرة. نبداو بالشطر الأول، عفوا، نبداو بالشطر الأول. دون باغ لي جون كي بونس كو، يعني من جهة الناس الذين يعتقدون أن، وهنا كنبداو كنطرحوا الموضوع، ديفوند لوغ أوبينيون باغ بليزيوغ زارغيمون، يعني يدافعون عن فكرتهم بالعديد من الحجج. دابوغ، أولا هنا كنطرحوا الحجة الأولى. فاش كنساليو نقطة نبداو اون بليس، يعني بالإضافة إلى، ونديرو أرغيمون دو اللي هي الحجة الثانية، نقطة اون فان وفي الأخير، ونطرحو أرغيمون تخوا اللي هي الحجة الثالثة. ننتقلو للناس اللي كيعارضوا الفكرة، هنا هذا غير تصميم، وإن شاء الله غادي نشوفو نطرحو فيه الموضوع ديالنا باش يكون عندنا موضوع كامل. D'autre part، يعني من جهة أخرى، il y a d'autres personnes qui pensent le contraire، يعني هناك العديد من الأشخاص الذين يعتقدون ضد هذه الفكرة. Pour eux، يعني بالنسبة لهم، هنا argument 1، يعني اللي الحجة اللي كتتعارض فكرة موضوع ما. En plus de cela، argument 2، يعني بالإضافة إلى هذا، أنا كندير الحجة الثانية عفوا. On peut aussi ajouter que، وكنديرو الحجة الثالثة. هذا هو بالنسبة للعرض. نمشيو للخاتمة. الخاتمة عبارة عن واحد الفكرة تقدر تطرحها. أمون نافي جو بونس كو، هنا تقدر تأيد هذيك الفكرة ديال الموضوع أو تقدر تعارضها، يعني هنا كطرح الرأي ديالك. ننتقلو دابا الموضوع ديالنا اللي هو لا بوليغامي، ونجمعو أول حاجة. دائما تلاميذ فاش كيجيو، يعني اي واحد فاش كيجي يدير اكسبريسيون اكريت كيبدا يكتب مباشره، وان فوا كيوصل واحد ثلاثه الافكار ولا اربعه كيتوقف التفكير ديالو، يعني حيت ما مشاش او ما تاخذش بزاف ديال الخطوات. اول حاجه دائما نديروها هي نجمعوا افكار في الورقه ديال الوسخ، نديروا غير عوارض ونجمعوا فيها افكار. هنا غادي نجمعوا ان شاء الله افكار مؤيده كي سون بور، يعني مؤيده لفكره تعدد الزوجات. وفي الشطر الثاني غادي نجمعوا الافكار المعارضه. كفكره، اول فكره، لا بوليغامي ايتون نيسيسيتي نوطامون كون لا بروميير فام اي غرافمون مالاد و ايل نو بو با دوني دونفو. هنا الفكره المؤيده لتعدد الزوجات ان هنا لا بوليغامي ايتون نيسيسيتي، يعني هي ضروره، خاصه حينما تكون المراه الاولى يعني مريضه مرضا مزمنا ولا تستطيع انجاب الاطفال. هذه فكره. الفكره الثانيه، سيتان دغوا اكوردي بار لا ريليجيون كو بيرسون نو بو كونتيستي، يعني هذا حق معطى من طرف الدين الاسلامي او الدين بصفه عامه، ولا احد يستطيع مجادلته. ونقدروا نزيدوا لي حديث اي لي فيرسي كورانيك، يعني الاحاديث والايات القرانيه كي اوتوريز ليزوم ابخوندر بليزيوغ فام، هنا كتشجع هاد الاحاديث تحث الانسان على اتخاذ العديد من الزوجات. ومنقدرو نضيفو لا بوليغامي امبيش كو لادولتير
ne se propage pas dans la société, يعني تعدد الزوجات يمنع انتشار الزنا في المجتمع. هادو افكار مؤيده لتعدد الزوجات ولا لا بوليغامي. انتقلوا الافكار التي تعارض هذه يعني هذه الظاهره. مثلا لوم اي انكابابل داسيغي ليكيتي اونتر دو بليزيور فام نوتامون سور لو بلون افيكتيف. يعني الانسان لا يستطيع ان يعدل بين الزوجات خاصة من الناحية العاطفية. يعني ربما الزوجة الأولى يعني تكون عاطفتها أو عاطفة الزوج أكبر من الزوجات الأخريات. فكرة أخرى: La religion n'a autorisé la polygamie que dans certains cas très restreints. يعني الدين لم يصرح أو لم يمنح يعني حق تعدد الزوجات إلا في حالات مستعصية، مثلا مرض كرونيك أو مرضي كرونيك عفوا، يعني مرض مزمن دو ليبوس ديال الزوجة، ولا لا ستيريليتي هي فاش كيكون الزوجة عاقما أو عقيما. فكرة أخرى: سو ماري ا بليزيور فام إتش أون شوز إناكسيبتابل دون زون سوسيتي كأسبير على مودرنيتي إي أو ديفلوبمون. هنا يعني التوفر على أو الزواج بالكثير من يعني النساء غير مقبول في المجتمعات المتحضرة والمتطورة. هذا بالنسبة للأفكار. دابا ننتقلوا للموضوع ديالنا إن شاء الله. خذينا أفكار وعندنا تصميم، دابا نمشيو مباشرة نكتبوا هنا. غادي يجي لنا ساهل باش نعمروا الفراغ ديال داك التصميم اللي بدينا في الأول. بليزيوغ جون دون نوتخ سوسيتي بونس كو لا بوليغامي إت أون نيسيسيتي بريسونت alors que d'autres pensent le contraire. احنا بدينا كنعمروا الفراغ ديال التصميم بدوك الافكار اللي جمعنا. دونك كيلي ليدي لا بلو ريزونابل parmi ces deux arguments. ها هو بالنسبه للمقدمه اش غنديروا فيها. نمشيو للعرض. العرض منقسم الى قسمين كما شفنا من قبل. غادي نشوفوا الافكار المؤيده لا بوليغامي. D'une part, les gens qui pensent que la polygamie est nécessaire pour notre société défendent leur opinion par plusieurs arguments. هذه الجملة شفناها. D'abord, غادي نعمرو الفراغ بدوك الأفكار اللي جمعنا. D'abord, c'est une nécessité, notamment quand la première femme est gravement malade ou elle ne peut pas donner d'enfant. Point. En plus, c'est un droit accordé par la religion que personne ne peut contester. Facile, parce qu'il y a nombreux sont les hadiths et les versets coraniques qui autorisent les hommes à prendre plusieurs femmes. Nocta. Enfin, les partisans de cette idée prétextent également que la polygamie empêche que l'adultère. L'adultère afouan ne se propage dans la société. يعني المؤيدون ديال هذه الفكرة إلى آخره. هنا شفنا هذه الأفكار وشفنا المعنى ديالهم. ننتقلوا دابا للشطر الثاني ديال العرض اللي هو الأفكار المعارضة لفكرة تعدد الزوجات، وهي على الشكل التالي. D'autre part, il y a d'autres personnes qui pensent le contraire. Point. Pour eux, l'homme est incapable d'assurer l'équité entre deux ou plusieurs femmes, notamment sur le plan affectif. En plus de cela, la religion n'a autorisé la polygamie que dans certains cas très restreints. Deux points, maladie chronique de l'épouse, stérilité, etc. On peut ajouter que se marier à plusieurs femmes est une chose inacceptable dans une société qui aspire à la modernité et au développement. هذا هو الشطر الثاني اللي كاين في العرض اللي هي الافكار المعارضه. ونمشيو للخاتمه. نشوفوا الخاتمه. قلنا هي عباره عن واحد الموقف يقدر يكون مؤيد لاي ظاهره ولا معارض. انا كنديروا مثلا موقف مؤيد. امون افي جو بونس كو La polygamie aide à éviter le nombre élevé des femmes qui souffrent au célibat. هنا في رأيي أعتقد أن تعدد الزوجات يساعد على القضاء على العدد الهائل ديال
النساء أو المرأة بصفة عامة كي سوفر أو سي لي فال التي تعاني من العنوسة. تقدر مثلا تقول تعارض للبوليغامي وتقول أنها ما كاينش العدل بين الزوجات إلى آخره. هنا درنا غير واحد الموقف مؤيد، وغادي نمشيو إن شاء الله نشوفوا الموضوع ديالنا يعني فينالمون، يعني الفينال هنا هو هذا الموضوع. هو هذا كما كتشوفوا درت اللون الأصفر اللي هو المقدمة. واحد الملاحظة، دائما خليوا واحد الفراغ هنا في البداية ديال أي موضوع، فاش تبغيو تكتبوا مثلا مقدمة خليوا واحد الفراغ ديال تقريبا جوج ديال المربعات، وكتبوا هنا حرف كبير ماجوسكيل، ودائما مور النقطة كيجي حرف ماجوسكيل. فاش تساليو المقدمة من الأحسن تكون عندها علامة استفهام، كطرح السؤال باش تجاوب عليه في العرض. فاش كنتقلوا للعرض كنخليو واحد المساحة هنا كما كتشوفوا، كنخليو مساحة ديال مثلا تقريبا جوج ديال السطورة باش كيبان الفرق ما بين المقدمة والعرض. ودائما نعاود كنشوفوا كنخليو واحد الفراغ هنا بالنسبة للعرض، واحد الفراغ ديال جوج مربعات، وكنبداو بان ماجوسكيل. راه بزاف ديال الناس ما كيكتبوش الحروف ماجوسكيل، تقدروا تبحثوا عليهم طريقة باش نكتب ماجوسكيل، لأن الجمالية ديال النص راه حتى هي فيها النقطة. وكنكتبوا المواقف المؤيدة كما كتشوفوا درتها بلون أخضر، فوقاش ما كانت عندنا نقطة دائما كنبداو بحرف كبير ولا حرف هم ماجوسكيل. كنتقلوا للشطر الثاني ديال العرض، كذلك كنخليو واحد الفراغ ديال جوج ديال المربعات، وكنبداو بحرف ماجوسكيل. وفاش كنساليو العرض ديالنا كنخليو واحد الفراغ هنا ما بينه وبين الخاتمة، وهنا كنخليو عاوتاني واحد جوج ديال المربعات، وكنبداو بحرف كبير وكنديرو الخاتمة ديالنا عفوا. اذا هادشي اللي كاين في هذا الموضوع ديال لابوليغامي. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، ومازال جايين مواضيع وحدين اخرين ان شاء الله بحال الشعوذة ولا عاشوراء الى اخره، هما المواضيع الاكثريه اللي كتطرح في لابرودكسيون اكريت بالنسبه لصحاب السيزيام. كنشكركم على المتابعه ديالكم، ما تنساوش الدعم ديالنا، ولي زابوني الا بغيتو تابوناو في لاشين يوصلكم الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.